Bien, alors nous allons reprendre cette journée pour la dernière partie. Une dernière partie qui aura la forme de conférence et non pas de table ronde. C'est pour ça que je suis avec Mme Sarida Alami. Donc il nous a fait l'honneur de venir participer à ce congrès. Donc les professeurs en enseignement supérieur dans la faculté des lettres et des sciences humaines d'Al-Mahreza Fès, au Maroc. Elle est également spécialiste de l'héritage andalou au Grand Maghreb. Donc elle va nous parler de Abou Al-Abbas Al-Moussi et le vivre ensemble. Donc comme vous le savez, le colloque, le congrès de Haïssa a été organisé à Murcia parce que nos frères de Murcia ont souhaité que ce congrès de cette année se passe ici. Mais en même temps, c'était aussi le 800e anniversaire de son grand maître spirituel, qui est Abou Al-Abbas Al-Moussi, donc, qui est un grand maître soufi andalou. Et c'est de ce grand maître que va nous parler Dr Sarida Alami. Donc je précise que son intervention est en arabe. Donc prenez vos écouteurs pour la traduction. Et donc je ne tarde pas, je lui donne directement la parole. بهذا الجمع الرباني المبارك الذي تحفه النفوس الطاهرة والقلوب الذاكرة بما فيه من تنبيه للغافلين وإرشاد للسالكين إلى الطريق القويم والنهج السليم. إن لله سبحانه وتعالى في خلقه إرادة نافذة وحكمة بالغة، وإن في تراجم العلماء الأصفياء والمتصوفة الأتقياء الذين طيب زهر مناقبهم عطر فائح بالمواعظ والنصائح والتوسل بمحاسن أدعيتهم ستر من الله للقبائح نال منهم التقرب إلى المولى وحسن الختام. ورغبة في الولوج إلى هذا الركب الوضاء والاستنارة بضوئه الوهاج تحرك قلمي البسيط ليخط ما ورد على الخاطر من خصال أهل الصلاح والفلاح. أبو العباس المرسي أحد هؤلاء الصالحين، سجل له التاريخ ذكرى ضاربة في عمق الزمان والمكان، ذكرى كانت مشرقة بقطر الأندلس فازدهرت بالمحاسن وجرى بها نهره غير آسم، لكن لم يدم فيها الجوار وحل محلها الترحال كما قضى الله وقدر. يعني هذه إشارة، الجملة الأخيرة إشارة إلى سقوط الأندلس وخروج الأندلسيين منها. وقبل التعريف بأبي العباس الذي هو مدار هذه الجلسة، كان لابد من الوقوف عند بعض المباحث التي تعد أساسا أو ركنا لا يستقيم البحث بدونه. لذلك كان لابد من تحديد بعض المفاهيم كمفهوم القيم مثلا باعتباره يشكل بنية أساسية في منظومة الأخلاق عموما وفي حياة الإنسان خصوصا. اتعددت الدراسات حول مفهوم القيم بما لا يعد ولا يحصى، مما أعطى تعريفات أو كثير من التعريفات كل من منظوره الخاص والذي لا جدال فيه أنه قديم قدم الإنسان ذاته، تناولته الكتب السماوية كما تناوله الفلاسفة والمفكرين وغيرهم من عبر التاريخ. والذي نخلص إليه يعني من كتب من الكتب السماوية إنجيل توراة القرآن، وأيضا ما كتبه الفلاسفة ابتداء من أفلاطون صاحب المدينة الفضيلة، الذي نخلص إليه أن القيم هي خيط رفيع ناظم لحياة الإنسان في البحث عن المثل العليا. فالإنسان هو إنسان القيم، قيم الخير والنفع والطهر
الإنسان الكامل الجامع للمعاني الإنسانية في ممارساته وسلوكاته، مما يجعل الإنسان والقيم متصاحبين متلازمين في أي مستوى من مستويات الحضارة البشرية، قديمة كانت أو حديثة. إن المتعمق في كل القيم يجد أنها لا تخرج عن قيم يؤمن بها الإنسان، يؤمن بها الإنسان ذاته، وقيم يمثلها، وقيم يسعى لتحقيقها. فإنسان القيم، قيم الاعتقاد وقيم السلوك، مهما كانت الظروف والأحوال التي يمر بها. وقد حاولت بعض الدراسات القيام بتحليلات إحصائية لمعرفة الفروق بين متوسطات العينات للدول العادية وغير العادية سلوكياً، أي تعدت قياس السلوك في الأفراد إلى قياسه في الاجتماعات المدنية للناس. وفي التنزيل قال الله تعالى: دينا قيما، هذه قراءة، كما القراءة تقول دينا قيما، وفي القراءة تقول دينا قيما ملة إبراهيم. وقال الحياني وهو أي من أئمة اللغة: وقد قرأ دينا قيما أي مستقيما. وقال حسان في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: وأشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين القيم. فالقيم عقيدة، اعتقاد، نهج قويم. وتعد السيرة النبوية التطبيق الأمثل لقيم الدين الإسلامي. أصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقيم التعدد واحترام الآخر. أما التعايش ففي اللغة العربية: تعايشوا عاشوا على الألفة والمودة، والعيش معناه الحياة. أما في الاصطلاح فتحده مستويات، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو ديني ثقافي، وهذا الأخير هو ما ينعت بالتعايش الديني، حيث تلتقي إرادات مختلفة من أجل الأمن والسلم العالميين. من هذا العنصر الأخير أنشئت هيئات ومؤسسات ومنظمات عالمية للسلام والتعايش، وهي في مجملها تعمل على الاحتكام إلى القواسم المشتركة من القيم والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع. غير أن جل الدراسات، وهذا موضوع كبير، غير أن جل الدراسات الأكاديمية تؤكد أن العيش في سلام لا يعني غياب العنف بكل أشكاله، بقدر ما يتطلب الرغبة في تحقيق الانسجام بين البشر وسيادة حالة من الهدوء والسلام وإصلاح الإدراكات الخاطئة عن الآخر، وهو ما نجده مؤكداً ضمن إعلان ثقافة السلام الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أن البحث عن التعايش في أمن وسلام أصبح من المعضلات الشائكة نظراً لما يموج في العالم من صراعات وحروب تتنامى بسرعة مهولة بكل صوره وأشكاله بسبب تنامي ثقافة العنف والتطرف. وهذا كان دافعاً للعديد من الدول الإسلامية للانتماء لبعض هذه المؤسسات الدولية أو تأسيس ما يماثلها، انطلاقاً من البعد الإسلامي القائم على التعارف والتراحم واحترام الآخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، يعني احترم الكبير، ويرحم صغيرنا، يعني الطفل الصغير، ويعرف لعالمنا حقه. إذن العلم هو الأساس، وهذا سنتحدث، هو عنصر من العناصر المهمة التي سنتحدث عنها أبو العباس المرسي. إن لهذا الحديث دلالة واضحة
تنبئ عن المبادئ السبحة التي ينطوي عليها ديننا الحنيف في خلق فضاءات قائمة على الاحترام والتراحم، وخلق فضاءات للتواصل الفكري والثقافي الذي يقوم السلوك ويقوم التهذيب الإنساني. ولقد لعبت الطرق الصوفية المغربية، وحين أقول المغربية أقصد الغرب الإسلامي، وعبر التاريخ هذا الدور وأثبتت نجاعتها مما ضمن استمرارها إلى يومنا الحاضر. إن الصالحين يبنون أنفسهم والمصلحين يبنون الأمم. وكما قيل، لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن نبني حصون السلام. فالإنسان كائن مركب يتميز عن غيره من الكائنات بازدواج الطبيعة، فهو قبضة المش من طين ونفخة من روح، ونفخنا فيه الآية الكريمة ونفخنا فيه من روحنا. وأحدهما أي أحد هذه الزواجية تجذبه إلى الأرض لأنه الطير، والأخرى تريد تحريره من هذه الأرض ليرتفع إلى السماء، أي بين قوة تجذبه إلى الأسفل والأخرى إلى الأعلى، وهو قدر الإنسان في هذه الحياة. ومن ثم فإن كل الرسالات السماوية حاولت تقديم نظام يحقق التوازن بين القوتين، رغبة في الحفاظ على الوسطية والاعتدال والبعد عن الشطط والعنف والتطرف. وخير مثال على ذلك ما أتت به الشريعة الإسلامية من شرائع وتعاليم تحفظ للإنسان كرامته وتضمن له قيم العيش والتعايش في سلم وأمان. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذا تكريم حفظ الكرامة الإنسانية من خلال هذه الآية الكريمة. وقال في موضع آخر: ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى اختلاف اللسان، كيتكلم عربية شكي يتكلم فرنساوية شكي يتكلم إنجليزية ولا شكي يتكلم، إلى اختلاف إيش؟ الألسنة والألوان، الأبيض الأحمر الأصفر، كل جنس أعطاه الله لون خاص به، والأجناس يعني كل جنس من جنسه. وقوله تعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ماذا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني منتهى ياش المساواة ومنتهى العدل ومنتهى تكريم الإنسان في هذه الآية الكريمة. ويؤكد ذلك ما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ليس هناك أي سبيل لآدم من ذكر أن البطل واحد هو آدم وأمنا واحدة هي حواء. فلفظ التقوى يعني لها معاني عند علماء اللغة وعند علماء الفقه وعند علماء الشريعة، أن لفظ التقوى له معاني، ولكن كلها يجمعها معنى واحد وهو ما ينفع صلاح الإنسان. هذا كيتسمى تقوى، أي عمل عملتي ينفع الإنسان فهو تقوى. وقوله تعالى: لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
قال الإمام القرطبي، هذا القرطبي من قرطبة يعني من أرض الأندلس، وقد صرف كتابا في التفسير، ظل مصدرا أساسيا لكل علماء التفسير، لا بد وأن يرجعوا إلى هذا الكتاب اللي مسميه الجامع لأحكام القرآن، وهو تفسير القرطبي. قال في تفسير هذه الآية: لا يحل، وهذا القرطبي راه كان في القرن الرابع أو الخامس الهجري في الأندلس، يعني راه داز عليه أكثر من ألف سنة، يعني عشرة ديال القرون. شنو كيقول القرطبي؟ كيقول: لا يحل لمسلمين أن يسب صلبانهم، يعني ما يسبش الناس اللي عندهم الصليب، ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرضوا إلى ما يؤدي إلى ذلك، حتى شي حاجة اللي غادي توصلك داك الشيء هي محرمة عليك. فالأمن الروحي على هذا الأساس يبعد ماذا؟ إلى أمن بهذا الشيء، الأمن ديالنا الروحي مالو؟ سيبعد شبح التناحر والفتنة والحروب، ويطمح إلى جلب الخير وصلاح الإنسان. وهذا الاحترام للآخر يجب أن تكون معه ماذا؟ المعاملة الحسنة. إن الله يأمر باش بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن في هذه الآية يقول عالم آخر وهو معروف ابن القيم الجوزية، يعني من أشهر العلماء، شنو يقول في هذه كل مسألة، ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجو وعن الرحمة إلى ضدها، إذا العدل رحمة، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة الإسلامية إطلاقا. إذا شوف على معادلة، هذه معادلة رياضية ولكنها في نفس الوقت منبثقة من أين؟ من الشريعة الإسلامية. خلاصة هذه التعاليم، خلاصة لمفهوم القيم، لأن الموضوع اللي عندي أبو العباس الموسي وقيم التعايش. إذا الموضوع عنده ثلاثة ديال هما يمكن أن ندخلوا ثلاثة أوراق: أولا القيم، ثانيا التعايش، ثالثا الموسي نسبة إلى الموسية، والعنصر الأخير هو أبو العباس كيف جمع هذه العناصر بأتمها. إذا الخلاصة من كل هذا أن هذه التعاليم السامية التي أتى بها الدين الإسلامي قائمة على احترام سائر الديانات والثقافات مهما كان مصدرها. أيضا داعية إلى الحوار البناء بعيد عن العبث، داعية أيضا إلى خلق قيم مشتركة بينها وبين حضارات أخرى سواء كانت قديمة أو حديثة. أيضا تيسر نقطة مهمة، تتحدث عنها الصحافة، تتحدث عنها المجلة، تتحدث عنها الجرائد، كل شيء، وهي قضية الاندماج، قضية الاندماج. إذا في هذا السند أو السنة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى في آياته ما يحدد ويوجه إلى هذه النقطة اللي هي نقطة الاندماج. فقد هاجر أبو العباس المرسي وهو صورة لصور الاندماج، وتحدثت أثناء حديثي عن حياته، هو صورة لصور الاندماج. هاجر وهو صغير السن من مرسية إلى شمال إفريقيا، ومن شمال إفريقيا إلى مصر، وفي مصر دار على عدة مدن ما خلى لا صعيد ولا شمال، سنتحدث عن هذا فيما بعد. وأيضا ذهب إلى الحجاز وطاف بها، وأصبح يعني صورة من صور مصر وليس من صور الأندلس فقط. إذا فهذه صورة، أكبر صورة من صور الاندماج، هي صورة أبو العباس المرسي التي سنتحدث عنه. الآن جاء بعد هذه الإطلالة وهي جد مختصرة، مختصرة جدا، لأن الحديث عن القيم ديال التعايش في الإسلام هي كثيرة جدا، كثيرة جدا، بما لا يعد لا في الآيات القرآنية ولا في الحديث. واللي كنطلب من الطلبة ديالنا، الله يخليكم، في هذه الأرض اللي احنا كنقولوا هي أصبحت يعني موطن ديال العديد منهم ومقر للسكن، أرجوكم أن تعودوا إلى ما هو روحاني.
أقول لهم القصة نقرأ القرآن مزيان وتحفظوا، ورجاء تعلموا أبناءكم العربية كما تعلمونهم الفرنسية، وكما نحن نتعلم أيضا في بلدنا الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. لماذا؟ ليدرسوا كتاب الله ويقابلوا بين هذه الآيات حتى لا تفسر في غير معناها وفي غير موطنها. ومن بعد نناقش مع بعض الناس، نناقش معهم بعض الحاجات، لا خص يكون هناك تقاول، لأن القرآن راه واحد ما يمكنش تشرح شي حاجة فيه بلا ما ترجع لما هو في الأول ولما هو في الآخر، دير تقاول وعاد تخرج من التقاول، لأنه عبارة عن لبنات، اللبنات هي الأجور بالدارجة ديالنا المغربية، الأجور لبنات متراصة متماسكة من أولها إلى آخرها. إذا لا أمشي للبنة في الوسط وتكسير الأولى ولا تكسير الأخيرة، يعني زعزعتي البناء. هذا بين قوسين يسمحوا لي إذا كانت عندي ما هضرتش في المناقشة الأخرى، لكن جات فرصة باش نقول هذه الكلمة. أبو العباس المرسي، نحن الآن فين في مرسية، ولعلها مرسية الحديثة كما لاحظت الآن أسأل مانجا تبع المرسية، يعني الفانتا المرسية، يعني أصبحت واحد شساعة، اتساع في المساحة في كذا. وفي الحقيقة أصابتني دهشة جديدة أول حين أتيت إلى هنا، وجدت هذه المدينة أصبحت بهذا الاتساع، وفي نفس الوقت أخذتني دهشة حين رجعت إلى الكتب وإلى المصادر التي تتحدث عن هذه المدينة، لأن اكتشفت أسماء عديدة للأعلام، علماء كبار، والمدينة في العصر الحديث، يعني نحن نتحدث حتى من يرجعنا للتراث الأندلسي، لقادو أندلسي، نتحدث عن غرناطة، نتحدث عن قرطبة، عن سيفية، باعتبارهما مدن الشعر، مدن الأدب، مدن الفن، لكننا لا نتحدث عن مرسية. جزا الله سيدي الشيخ سيدي خالد بن يوسف بن يونس تقفلوا إجلال، لأنه أحيا هذه المدينة، أحياها قابلت الشيخ حمزة الذي اعتذرني يوما وحين أرادني أرسل إلي وجلس معي أكثر من ساعة، وقابلت شيوخا، واليوم أحمد الله إنها منة من أن أقابل شيخا آخر من نوع آخر ومن ذوق آخر، فالحمد لله. أقول أصابتني الدهشة حين رجعت، باش كنطلب خصكم ترجعوا للكتب وتردوا لذاتكم وراسكم أيضا إلى قراءة هذه المصادر وإلى اكتشافها، ففيها كنز عظيم. كان رجاء ما تشتغلوش بما هو حديث، رجاء عودوا إلى هذه المصادر، أرجوكم أرجوكم، وأحدت أبناء أنتم وأبناءكم وأحفادكم أيضا، فإنهم سيغنون بإذن الله بثقافة لا نظير لها في كل ميادين بما في ذلك بطبيعة الحال التصوف. قلت فوجئت بالأعلام ديال هذه المدينة، فلم أدري ما الصفة التي تناسبها. لماذا أسمي هذه المدينة مدينة مرسية؟ لأنها جمعت في التاريخ، التاريخ الإسلامي، جمعت من المحاسن أبهاها، ويكفيها فخرا أن تكون حاضرة للعلم والعلماء في أيام الدولة الإسلامية، وكانت تزهو بجمال طبيعتها وكثرة خيراتها. لهذا حاولت تقديم ورقة مختصرة، أنا الآن نفسي أكتب، ما نخيش عليك السيد الشيخ، لأن هذه المدينة أنا متخصصة في كادو أندلسي، في تاريخ التراث الأندلسي، والحمد لله كان عندي لي ماستر ديزا، وعندي يعني سواحدات ديال الدكتوراه في تحقيق التراث، تحقيق تراث الغرب الإسلامي، لكن لم أتبه إلى مرسية.
وتعيدك الأجر. قلت سأقدم ورقة مختصرة عن هذه المدينة مرسية كانت من القواعد الأندلسية بشرق الأندلس إلى جانب مدن أخرى، فالنسيا جارتنا، دانيا سهلة، ما عرفش سهلة واش مازال الآن أو لا، طار الأعلى، وكان من الأعمال ديالها أيضا أوريولا والقت ولورقة وغيرها. أنا الآن ما كنعرفش هذا الشيء واش مازال محيط بها، مازال إلى الآن الحمد لله. يقول صاحب نفح الطيب، علاش كنقول لكم أنني يمكنش الإنسان يهضر بلا ما يعطي مصدر. يعني شنو هو المصدر؟ هو ترجع الكتاب وتقراه وتقول شنو فيه وتعطي رأيك من بعد. لكن الكلام غير بدون مصدر لا يعد من حيث الدقة العلمية، لا يعد يعني من حيث الدقة العلمية لا يعد بحث علميا. هذه كنقولها بصريح، لذلك علموا وليداتكم وأبناءكم وأحفادكم هذه الطريقة ديال الرجوع إلى المصدر. قلت صاحب النفح كيقول ومن كوع الأندلس، كوع زعما هي المنطقة الأندلس الشرقية تدمير وتسمى مصر مرسية. علاش مشى أبو العباس؟ وانتم خليوا عقلكم معايا باش تفهموا علاش أبو عباس المرسي مشى لمصر. هي براسها مرسية كانت تسمى مصر، في تاريخها كانت تسمى مصر. قلت علاش؟ لكثرة شبهها بها، لأنها كانت عند العرب الذين هاجروا إليها أن مرسية تشبه مصر. علاش؟ لأن عندها واحد الأرض في وسطها النهر. واش مازال مرسية في وسط هذاك النهر؟ بحالها بحال نهر النيل. النيل تنقسم مصر إلى طرفين، كاين الشرقية وكاين الطرف الغربي. وهذا النهر اللي كان عند مرسية عنده واحد لقية من السنة كيفيد. كيف النيل في مصر، ولذلك كانوا كيسميوها مصر الأندلس. هذه هي مرسية، كانت وتزرع كما تزرع أرض مصر. وصارت هذه المنطقة اللي هي كانت عبارة عن قصبة، صارت بعد تدمير تسمى المرسية. إذا هذه كانت في الأول تدمير، ولكن بعد جاءوا لها المسلمين نشروا فيها ثقافة، كانت فيها ولايات، يعني الدولة الأموية ملوك الطوائف دولة بني هود، وهي هي الدولة الأخيرة غادي تولي كتسمى على يد من؟ على يد عبد الرحمن الضاخيل الذي سماها. ساتحدث عن ذلك. هذه المدينة أسسها عبد الرحمن بن الحكم الأموي. هذا الرجل كان رجل حضارة، وكان هربان من الشرق إلى ليش؟ إلى الأندلس، وبغى قرطبة تصبح بحال بغداد. لكن أيام ديالو كانت فيها فتن، كان فيها اضطرابات، وكان مضطر باش أنه يخوض حروب متعددة باش يهدم، ما يبقاش الفتنة، ما تبقاوش الناس كيدافعوا، يتخاصمون فيما بينهم. هذه المنطقة ديال تدمير اللي سكنوها جوج قبائل، غادي تستغربوا الآن شكون هما هاد القبائل. أنا كنسأل الآن شكون هي القبائل في الأيام الدولة الإسلامية، شكون هي القبائل اللي كانت كتسكن في اللي كانت كتسكن في وكانت متميزة، يعني هي السكن الأساسي ديالها. بطبيعة الحال اللي هاجروا كل واحد فيه يسكن، لكن شكون اللي كنسأل شكون هي الأجناس اللي كانت يعني اللي مسحت من الجهات المتعددة وسكنت في مرسية؟ هي القيسية وأيضا اليمنية. يعني غادي تصدق الناس ديال اليمن بكل حضارة سابق ومملكة سابق فيما بعد بلقيس وإلى آخره، يعني مش باش ترجعوا إلى الوراء. هاد الناس هزوا يعني راسهم، حملوا راسهم وجاءوا إلى أين؟ إلى مرسية. لما جاءوا المرسية القيسية واليمنية دخلوا في صراعات، في صراعات على الأرض، في صراعات على الحكم، في صراعات على الموارد الطبيعية كعادة كل البشر في كل أرض. إذا فعبد الرحمن دخل المجاكس يجب أن تقف هذه الفتنة،
فماذا صنع؟ أنه دخل وأوقف الفتنة وبالتالي أنشأ مدينة سماها ماذا؟ مرسية. من أرسى الشيء يرسله أرسى قواعده، أرسيت هذا التمثيل بمعنى صنعت له مجلاله حتى يقف وحتى لا يسقط. فهنا جات السمية ديالاش مرسية، من أرسى القاعده مفهومة كنظن هذا الاسم قد فوق فوقاش هو أسس هذه المدينة 216 للهجرة. إذا شحال عمرها الآن؟ 216 من عام 1040 يعني 12 قرن، ونحن اليوم نحتفل بمرور 12 قرن على ايش؟ على تأسيس هذه المدينة. إذا أنا شفت إلى أن يعني القبائل العربية الصريحة اللي كانت تسكن في هنا واللي كانت هي قادمة من حضرموت، من حضرموت المدينة اليمنية المعروفة، هؤلاء نزحوا من أرض الحجاز هذ اليمنيين وفضلوا أن يعيشوا أي أن يعيشوا في مدينة مرسية. فأصبحت هذه المدينة تزهو، وخدموها خدموا المدينة مزيان، فأصبحت هذه المدينة تزهو على غيرها من المدن. ولهذا نجد العديد من الأدباء ومن الشعراء الذين تغنوا وكتبوا قصائد رائعة فاش في مدينة مرسية. ومن هؤلاء الأديب الذي كان يسمى أديب الأندلس، وهو أبو بحر صفوان بن إدريس، الذي كتب رسالة إلى السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي يذكر فيها تفاضل المدن الأندلسية فيما بينها. هذه كانت من الطرائف الأدبية أو من المجالس الأدبية التي كان الأندلس يزهو بها في هذه المجالس، أن هذا الشعراء يعني تحدثوا مع الطير، تحدثوا مع النمل، تحدثوا مع النحل، وتحدثوا على المدن، تحدثوا على السفن داخل البحار، ومن منهم يفضل الآخر يعني يحسن من الآخر. أيضا دار واحد الحوار بين المدن، بين قرطبة وإشبيلية، بين إشبيلية ومالقة، والآن كيف كانت تزهو مرسية؟ ماذا كانت مرسية تقول في رسالة الأديب صفوان بن إدريس؟ قالت للمدن الأندلسية الأخرى: أمامي تتعاطون الفخرة وبحضرة الدر، يعني هي ياقوتة، وبحضرة الدر تنفقون الصخر. تنفقون هي لفظ عربي يعني تنفقون لفظ شوية ما عدنا نستعمله في اللغة العربية الآن، ولكن يعني تنفق البضاعة بمعنى تروجها، تروجها، تنفق نفق ينفق البضاعة تروجها. قالوا أنا على الشرب ثم شنو تتبعوا الحجر، تنفقون ماذا؟ تنفقون الصخر. إن عدت المفاخر فلي منها الأول والآخر، أين أوشالكم من بحري؟ زعمتم عندكم غير ثلاثة الماء، ولكن أنا عندي البحر. وخرزكم من لؤلؤ، الخرز هو العادي اللي كيسوى جوج ريال، ولكن أنا عندي شنو؟ اللؤلؤ. هذه المدينة كانت تنتج اللؤلؤ من البحار ديالها، اللي ما كيعرفش هادشي على موسيقى قديمة راه موجود فيها. وجعجعتكم من نفاتات سحري، زعما انتم عندكم غير الهضره، ولكن انا عندي السحر الكلمات سحر يعني المنتزهات. فالروض النظير كتزهو باش بالحدائق ديالها الجميله، والمرأة الذي ما له لذيذ، نقول احنا المنظر، المنظر الجميل، وزنقات. شوف احنا في مدينتنا التقليديه ديال فاس مازال تنقولوا الزنقه، ولعل هذا اللفظ مازال ثابت في المدن الاخرى. هي هنا ماشي الزنقة أي زنقة، هنا الزنقة هي المتنزهات، هي لي جاردان. وزنقاتي التي صار مثلها في الآفاق، وتبرقع وجه جمالها بغربة الإصفار. تبرقع من البرقور، البرقور الختام اللي تديرو على وجهنا، مرة تديرو على وجهها باش تغطي، باش تستر جمالها. فيما مضى كانوا كيستروا جمالهم بوضع البرقور على وجوههم. أنا في طلاب جديد عاوز، أنا والشيخ غادي يعطيني، أنا مازال ما دخلتش لعب العباس، أنا غير عاد في كرسية، شوف معروف.
بلد اللؤلؤ، بلد الدر، بلد البساتين، وغادي نذكروا العلم والعلماء ديالها، لان هو الاساس. ومن هنا ندخل عند ابي العباس وقالوا هذا ما يوقفنيش ديك الساعه. انا ديما نشكر هو تيحكم ما تيحكمش لي حكايه. انا قريت المهم هذه المدينه غادي تعود الى الملك دون بيدرو الاسباني، غادي ياخذها من يد ملك من ملوك الطوائف اللي هو بن هود في سنه، وتبتوا على السنه اللي كان عندها واحد العلاقه وطيده بابي العباس المرسي. راه ما كنجيبش هذا الشيء غير باش نقول هذه، راه الله يخليكم انت، انا عندي هذه الكلمه منسقين وخصك تكون على الشيء اللي جاي. راه غادي ترجع هذه المدينه الى اسبانيا في سنه 668 هجريه، وغادي نشوفوا كيفاش ابو العباس المرسي غادر الاندلس في كما كانوا كيقولوا الحج، ولكن في هذه في قضيتي ما تاكسي ما نقولش فيما بعد. قلت الذي يهمني الان ان هذه المدينه كانت تزوباش بالعلم والعلماء، ومن أمتى وهاد العلماء كان فيهم واحد التسامح. قلنا دابا مرسية أخذوها الإسبان ياك، رجعت إلى الروم، رجعت إلى 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 هذا. إذا شنو بقى؟ بقى واحد مجموعة العلماء في مرسية. إذا هؤلاء العلماء غنعطيو نموذج منهم، شكون هو؟ هو سيدي القرموطي المرسي الذي يذكره المقري في نفح الطيب. هاد محمد بن حمد القرطبي القرموطي هكذا، ما لا أدري واش مازال القرموطي موجودة في مرسية هذه القبيلة. الناس اللي مرسية خصهم يكونوا معنا، يعني اللي عارفين هذه الشجرة ويقولوا لنا، وأعتقد أنها تكون موجودة. فهذا القرموطي القرموطي أندلسي، هذا الاسم سماه صاحب نفح الطيب. هذا القرموطي كان من أهل الأندلسي، من أعلم أهل الأندلس قاطبة بالعلوم القديمة. شنو نقصدوا بالعلوم القديمة؟ المنطق، الهندسة، العدد، الموسيقى، عطيتك الموسيقى اللي كانوا معنا البارح، الموسيقى والطب. شوف الراجل شحال عنده ديال المميزات كان عنده منش من تخصص. هاد السيد وكان فيلسوف وكان طبيب، كان آية كيوصفوه الكتب أنه آية من آيات الله. هذا كان عنده الألسن، كان كيقرا بين الناس باللغات اللي عندهم، ماشي بالعربية، باللغات اللي عندهم ديال المدينة. جا عنده الأدفرش وهو المستولي على مرسية، هو ملك مرسية أنائذ، وبنى له مدرسة. إذا أدفرش مسيحي قال متسلم، وجا هذا الأدفرش وبنى للقرموطي مدرسة. وشنو طلب منها؟ قالوا الله يخليك غادي تقري لي فيها، ما قالوش القرموطي نقري للمسلمين، دراسة القرموطي المسلمين والنصارى واليهود الثلاثة كانوا في مدرسة واحدة، وهذه هي قمة التعايش. الناس ديال مشاو بحالهم، طاحت المدينة ولاو فيها ناس اخرين، لكن هذا يؤمن بالحضارة، يؤمن باستمرارية الإنسان، يؤمن بالكونية. وبالفعل لما أنشئت هذه المدرسة القرموطي مع هذا الشيء كله هو جلس للمدرسان، طلب منه الحاكم ان يتنصر، قال له ان تعود على ملتنا اللي هي النصرانيه. فكان بينه وبينه حوار، الكاتب الذي كتب عن القرموطي قال لك فاجابه بما اقنعه، يعني كان حوار، وهذا هو اللي كنقولوا فيه حوار بالله في المستوى العالي العلمي، ماشي غير العادي، المستوى العلمي. عمل هو والملك الأدفرش ماذا؟ حوار، وأقنع الملك وقال لهم كلام معين، لقد كتبت لهم يتنشروا إن شاء الله داك الشيء غادي تصيبوا. فهذا السياق أيضا، كان أهل مرسية من أكثر الناس حفاظا على الصلاة وعلى الفريضة وكيفية تأديتها. أحدنا صلى خلف الإمام بمسجد قرية من القرى المرسية، ولكنه أخطأ في قراءة القرآن.
قراءة القرآن سها في الصلاة. فلما خرج كتب أحدهم على الحيط يا خجلتي، هذا الشعر يعني أنا أندلسية أصنقوا الشعر ضروري في أي محاضرة، يا خجلتي لصلاة صليتها خلف خلفي، يعني خلف هو متخلف يعني في ديني وفي عقلي، جات ثاني وما بهم ثلاثة ديال الرجال، الرجل الثاني شنو قال؟ أغض عنها حياء من المهيمن طرفي، المهيمن هو الله اسم الأسماء الله الحسنى، جات ثاني تكسب مراد فليس تقبل منا لو أنها ألف ألف، وخسر مراد أبدا لا تقبل منا. إذا هذا كيأكد على أن أهل المدينة وأهل القرية ديال المدينة كانوا على دراية تامة وعلى فكر منقاد وعلى فكر يتبعوا كل دقيق، وهذا كان معروف لأهل الأندلس، يعني من الذكاء بمكان ومن الإبداع بمكان. غادي نقول واحد الكلمة أرد بها لكي يقرا الكاتب المشهور المعروف الإسباني أنخي فالنسيا اللي كتب التاريخ، كان مولع بالتراث الأندلسي وكتب كتابا عن تاريخ الفكر في الأندلس، ربما بعض العلماء المفكرين اللي راه يكونوا في بالهم هذا الكتاب. هذا كتب واحد الكتاب على مرسيا وبلنسيا، قال: وساد الشعراء في بلنسية ومرسيا أيام بني الهود على من عداهم من أهل العلم والأدب. خطأ، أنا أخطئ وأنقل بلنسيا أن مرسيا هي بلد العلم والعلماء والصلحاء بامتياز، وهو راه غفل ربما ما شافش بعض الأعمال، وهو كتب شحال هذه ربما ما كانش منشورة بعض الأسماء. أنا أرد عليه هنا في نقد معين بأن مرسيا بلد العلم والعلماء والصلحاء، أنا احتريت ماذا أسميها لأن المدينة فيها كل شيء. أليس من أعلامها محي الدين العربي؟ عرفتي محي الدين العربي هو ولد مرسيا الذي طبقت شهرته ليس فقط العالم الإسلامي ولكن العالم المسيحي ولكن العالم كله، فمحي الدين العربي من هنا. وابن سبعين الذي صار أميرا في مكة وكان الناس تحت لوائه راهو ولد مرسيا. هاد شي طالب اسمه اللي قالت لي انا ما كنعرفوش التفاصيل ما كنعرفش باش ماتوا، غادي نقول لها الشيخ الاكبر تولد مرسيا في 560 وتدفن في دمشق سنه 638، يعني قبل ما تخرج من يعني من يد اليهود الى يد الادفوش، فهمتي؟ محي الدين العربي خرج قبل ابن السبعين. هذا الرجل المسمى بالعكي المرسل الأندلسي ملقب بقطب الدين، هذا السيد كان كيسميه ابن سبعين، علاش كيديروا ابنه كيديروا حداها سفر العدد او حساب الجمل عند المغاربه عموما كان فيما مضى عباره وكيسميوه بابن دارة، 70 هي صفر ماشي باش بالطريقه باش كتكتبوها الان، لا كانت 70 هي دار هي دوره هي دائره، فهمتيني الان؟ وخاصه عند المتصوره هذوك هذيك الدائره ثاني باش هي باش نحلوها في مره. ايضا من محدثيها اسمع انا خديت غير شويش العلماء ما خديتش كلشي، اذا حنا شفنا محي الدين من العربي في التصوف، ابن 70 في التصوف، من اهل الحديث موسى بن سعادة أبو عمران المرسي، هذا كان من الرواية بمكان وكان كتب نسخة ديال صحيح البخاري ومسلم بخط يديه، إذا باش توصلت نسخة ديال البخاري من تم. وهذه الأسماء اللي كنقول لكم راها معاصرة لمن؟ لأبي العباس المرسي، يعني هذه الطفرة شوف فوقاش جات في الفترة ديال أبي العباس المرسي، لا محي الدين العربي ولا ابن سبعين ولا هذا موسى بن سعادة، أما راه من قبل كاين علماء آخرين، ومن بعد كاين علماء آخرين، وكاين محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسي أبو عبد الله السلمي، هذا كان يؤم الناس في صلاة الفريضة، يعني هو الإمام كان عندهم هنايا، وكاين آخرين إن شاء الله لما كيف قلت تسمع غادي تذكر. هؤلاء العلماء هذو الناس اللي ذكرتهم هنا طلبا للاختصار لان ما بغيتش هذو جميعهم، هؤلاء جميعهم هاجروا من الاندلس الى اين؟ الى بلاد المشرق،
ونالوا فيها يعني لما هاجروا الى هذه المدن او هذه الدول اندمجوا ونالوا فيها رفعه العلم والعلماء. واش فهمتيني شنو بغيت نقول؟ واخا خرجوا من بلادهم يعني الله عطاهم في ذاك الهجره، ولكن انا كنقول واحد 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 البيت وصدق القائل: والعز محمود وملتمس، مزيان الانسان يتعز في غير بلده، والده ما نيل فين ما نيل فين في الوطن. هذه الحكمه. واعزه ما نيل فين في الوطن. اذا من هو ابو العباس المرسي؟ اللي هو بيت القصيد. بعد ما شفنا مدينته، شفنا الناس الذين كانوا يعيشونه من علمنا، غير اسماء العلماء اللي في القصر ديالو. اما ما بعده فلا استطيع الان، بعدين ان شاء الله عن ابو العباس. ايضا هذا تولد في 616 وتوفي في 686، وقبيله قلنا في 668 يعني دخلت مرسيا في حكم اخر غير الحكم الذي كان فيه فيما قبل هو الاسلامي. ايضا لما جيت لهذ الشخصيه ندرسها، باش كنقول لكم هذا الفضل يرجعوا لي الشحنه، صورتني اسئله، صورتني بمعنى غمرتني اسئله كثيره. عيد نقلب صفحات ديال كتب التراجم لاجد ترجمه بريفيه لهذا الرجل تسهل عليا نظري ندخل الى قيم التعايش، ولكن مع الاسف الشديد ما زال في حاجة إلى بحث وإلى دراسة. ولولا يعني ذاك الوقت لا كان بإمكاني أن أتي بأشياء كثيرة غير من خلال السطور التي قرأتها، ولكن حتى هذه الأخبار اللي وردت عليها ليست بسهلة. علاش؟ لأن القارئ كيمكنه من هذه النوتة البسيطة يكتشف هذه الشخصية. يمكنه ان يكتشف هذه الشخصيه. علاش هذه النتف الصغيره هي تتشكل لي بالنسبه ليا وربما حتى تتشكل خيوط متقنه متشابكه تجمع بين الاقطار المؤسسه للطريقه الشاذليه. ما يمكنكش تتحدث، علاش قلت ما صدتش ترجمه غير ليه؟ ما يمكنكش تتحدث، لا يمكنك الحديث عن فرد من افراد الطريقه الشاذليه الا وانت تذكر الطرف الاخر، اما انه شيخ اما انه مريد. ولهذا نجد سلسله متراصه الحلقات كان لها الفضل في حفظ تراث الطريقه الشاذليه. الطريقه الشاذليه كانت نقطه البدء، لان ما يمكنليش نهضر على ابي العباس حتى لما تكون عندي اشاره لابي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم جميعا، وايضا الحديث عن ابن عطاء الله السكندري. هادو ثلاثة ما يمكنليش تفصل، وأي كتاب من الكتب ومن المصادر اللي هي موجودة تتحدث عن أبي العباس المرسي إلا وتذكر هؤلاء الثلاثة. حتى فيما بعد لما كنجي عاود كنرجعو للخلف ديال ابن عطاء السكندري، كنجدو عاوتاني ابن عباد الرندي راه غير فاس، راه مدفون في واحد وكنت لما كنت كندوي مع بعض الذين كانوا يتصلون بي لإنجاز هذا البحث، تنقول لي هذا، تنقول لي ما يمكنليش يفصل شي واحد على واحد، وكنتمنى باش تكون لقاء القاضي في مدينه فاس ويكون حول يعني بن عباد الرندي، لانه هو شارح الحكم ديال ابن عطاء الله. اذا قلت هذه نقطه البدء كانت من جبل يسمى بجبل العلم، واكتمل اي اكتمل بالاسكندريه. يقول أبو الحسن الشاذلي لما قدم على الشيخ عبد السلام بن مشيش: لما قدمت عليه وهو ساكن بمغارة في رأس الجبل اغتسلت في عيني بأسفل ذلك الجبل. وعلاش جبت النص؟ لأن مازال ذاك قمة الجبل ومازال سقايا ديال الماء في آخر الجبل. وخرجت، شوف على كلمة شحال صعيبة، وخرجت عن ياش؟ عن علمي وعملي. اذا تجرد مطلق، ما بقاش عندي حتى شي حاجه، اطلع عند الشيخ ما كنعرف حتى حاجه.
وطلعت إليه فقيرا. شوف الناس اللي كيف كانوا. وإذا به هابط إلي، وعرفاك جاي عنده، وعليه مرقعة، وعلى رأسه قلنسوة من خوص. الخوص هو هذاك النخل، داك الجريد ديال النخل. منو كانوا هذه شحال هذه عاود معلمه يعني جغرافيه نباتيه، كانوا كيديروا دابا كيديروا الدون. هذه شحال كانوا كيديروا من النخل، داك السعف، سعف النخل هو داك داك الوراقات ديالو. منها كانوا كيديروا الرصيصات. فقال لي مرحبا بعلي بن عبد الجبار، وهذا هو الاسم ابو الحسن الشاذلي. احنا قلنا الان التعريف به ابو الحسن الشاذلي علي بن عبد الجبار. وذكر نسبه الى رسول الله وقال: يا علي، طلعت الينا فقيرا من علمك وعملك، فاتخذت منا غنى الدنيا والاخره، فاخذني منه الدهش، فاقمت عنده اياما الى ان فتح الله علي مدى بصيرتي. ويرى بعض الفارسي أن الفضل في حفظ التراث طريقة الشاذلية يرجع إلى شخصين: ابن عطاء الله السكندري الذي أشرت إليه سابقا، الذي جمع أقوال أبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي ووصاياهما وأليتهما، وتميما بن عباد الغندي الذي شارك في هذا الأمر بشرحه للحكاية العطائية. وكنتمنى من الطلبة من المريدين إن شاء الله أنهم سعيت تذكروا الحكم لابن عطاء الله وبشرح ابن عباد الغندي. والله أنا على شيخوختي كما يقول، وعلى كبار سني شديت حين قرأت هذه الحكم بما فيها. مش غير التسامح، ماشي غير المعاملة الحسنة، ماشي غير الحكمة اللي تقضي حياتك، إذا حشي من أروع ما خلق الله. أقول صاحب نفح الطيب، لأننا نحن الآن في ميدان الهجرة أيضا. صاحب نفح الطيب تحدث كثيرا عن الهجرات المشارقة إلى الأندلس وهجرة الأندلسيين إلى المشرق، ورجعوا المجلد ديالو في البابين معنى الكتاب، بلا ما نقول غير باب، كتابه كله أبواب، عنده جوج أبواب، الباب الخامس والسادس، فهو يتحدث عن الأسماء التي هاجرت من الأندلس إلى المشرق، والمشارقة الذين هاجروا من المشرق إلى الأندلس، يعني بأسمائهم ومسمياتهم. وأنا لن أذكر ذلك، لأن لماذا كان يذهب أهل الأندلس ليأخذون أولا ليأخذوا العلم، ما كانوش كيدرسوا بالإنترنت وبالتليفون، كيمشيو ياخذوا العلم من أفواه رجال العلم، من أفواههم يأخذون العلم من أفواه الرجال، وفي نفس الوقت يعملوا الحج، يعني كيضربوا العصفورين بحجر واحد. أبو العباس بدوره هاجر لهذا الغرض، هكذا باختصار، هاجر من مرسية مع أبي إلى أين؟ للحج، في فترات جد حرجة كانت تعيشها مرسية، في فترات من 2003 تصور. في هذه الرحلة ستبدأ مرحلة جديدة من حياته. يقول: لما نزلت لتونس حيث أتيتما مرسية وأنا إداك شاب، أنا من إداك العملية الحساب وما عندوش تا 23 24 عام، حتى خرج أبو العباس المرسي من المرسية، يعني وهو شاب. فسمعت بذكر الشيخ أبي الحسن، فقال لي رجل: تمضي بنا إليه. قلت: أستخير الله وما خاب من استخار الله في سكره وعلمه. ففتح الله عليه بهذا اللقاء في شاذلة بمدينة تونس، حيث التقى أبو العباس المرسي بشيخه أبي الحسن. أبو العباس سيلقى يعني في طريقه وهو في طريقه، وهنا جاتني واحد الفكرة، وعرفت ربما هذا اجتهاد مني،
لماذا أبو الحسن الشاذلي أنشأ ما يسمى وتركه للأجيال ما يسمى لحزب البحر؟ لماذا؟ لأن أبا العباس المرسي فقد عائلته وهو في ساحل تونس، ماتوا كلهم وشكون بقى؟ نجا أبو العباس وخاه. وعندنا نصوص هنا لتتأكد الخوف ديال أبا العباس المرسي من البحر، وأنه كان حين يذهب بعدما تولى المشيخة بعد شيخه، كان حين يذهب إلى الحج يقرأ هذه الأشياء لأجل أن يحافظ على ركب الحجيج من البحر. هذه هي نقطة بقيت دائما فاشل في حياة أبي العباس، ولذلك هذه بين قوسين. أنا هذا الاجتهاد، ولكن لا أدري ماذا أعطوا عليه في الكتب، ولكن هذا الاجتهاد من الكتب. لعل أبي الحسن الشاذلي أوجد ذلك الحزب المسمى، عنده أحزاب، ولكن هذا ما يسمى بحزب البحر من غير أحزاب أخرى. إذا قلنا الآن ذهب إلى الأندلس، من الأندلس إلى إفريقيا، تونس كانت شحال تسمى بإفريقيا. وفي إحدى الليالي رافق شيخه إلى للصلاة في جامع بالقيروان، هنا غادي يشرب هو الخبز في هذه الفترة. وكان الشهر شهر رمضان، وكانت الليلة ليلة الجمعة، كانت ليلة 27. فذهب الشيخ إلى الجامع، هو كيقول أبو العباس، وذهبت معه. فلما دخل الجامع الأحرم رأيت ماذا؟ الأولياء يتساقطون عليه كما يتساقط الدباب على العسل. فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ، ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة، وكانت ليلة القدر، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي، يا علي طهر ثيابك من الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس. شو على قوله؟ قلت يا رسول الله، وما ثيابي؟ قال، اعلم أن الله قد خلع عليك 5 خلع: خلعة المحبة، خلعة المعرفة، أنا كنختصر ما تجينا مشروع هنا في المحاضرة، خلعة التوحيد، خلعة الإيمان، خلعة الإسلام. وهذا يعني رسالة إلى أبي العباس للدخول فاش في مشيخة التصوف، وثيابك فطهر. فالطهارة الباطنية هي أولى من طهارة هي من باب أولى، وهي طهارة قوامها التوحيد والمحبة. ولعل أبي العباس اعتقد في بداية أمره أنه سيجد في تونس مقره، لكن يفاجأ يوما بأن عليه أن يرحل إلى أين؟ إلى مصر وإلى الإسكندرية. وهنا عندي واحد النص من أقرأه، سأقول لهم للتاريخ، لتحكي لك الغصة اللي شعر بها أبو العباس المرسي لما فكر في أن يغادر تونس إلى الإسكندرية. وما هو الدواء الذي أعطاه الشيخ له حتى يقويه معنويا، حتى يطمئن وحتى يرتاح في هو نص، يعني لولا هذا الزمن الذي يعني يلاحقنا كنت بودي أن أقرأه، ولكن لا يمكنني ذلك الآن. على كل، وجد أبو العباس المرسي في الإسكندرية الملاذ، وليس الإسكندرية بل هو مر بمدن عدة، دمنهور، بهنسا، قوس، وكان يعطي فيها العلم، وكان يعطي فيها لمولديه حزب الشاذلي وحزبه أيضا، يعني أعطى العلم الكثير هناك. وهذا أيضا لم يقتصر على مصر، ولكنه نظر أيضا للحجاز، وأدى فريضة الحج عدة مرات، وكان يزور المدينة المنورة، وكان يزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. في كل زمرة كان يترك شيخه ويذهب إلى زيارة رحلته والعطاءات ديالو في هذه الرحلة، وفي الوقت الآن لا يسمح. ننتقل إلى المصنفات.
أبي العباس المرسي، أبو العباس المرسي لم يترك، يقول هذا باختصار، الأوراق مكتوبة هنا، لم يترك مصنفات، وهو في ذلك مثله مثل شيخه أبي الحسن الشاذلي، فكان كان من أقواله من أقوال كتب أصحابي، شكون هو الأصحاب؟ هم المريدين، وكان يقول إن علوم هذه الطائفة، أي علوم المتصوفة، هي علوم التحقيق لا تتحملها علوم عقول الخلق، إذا هي مقتصرة على ايش؟ على أصحاب التصوف، أما الآخرين فقد لا يستطيعون. ما هي مجالس، سؤال آخر، ما هي مجالس أبي العباس المرسي وشيخه؟ حين أقول مجالس يعني ما هي أهم كتب التصوف التي كانت تعم مجلسه، وسأقول بعضها باختصار. كان عندهم كتاب إحياء العلوم للغزالي، لهم كتاب آخر هو قوت القلوب. كان أبو العباس المرسي أيضا يقول عن أبي حامد الغزالي: إنا لنشهد له باش بالصديقية العظمى، وغير خاف أن كتاب إحياء للغزالي لإشارة بسيطة أحرق هنا في الأندلس كما أحرق في المغرب، لكن يعني في فترة قبل هذه الفترة بقليل، لكن أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي كان يقرأ لمريدي كتاب إحياء للغزالي وقوت القلوب، وكان يقول: إن القوت قوت، إن القوت قوت، وهو يشير إلى كتاب قوت القلوب، قوت القوت ديال من؟ ديال أبي طالب المكي. أيضا كان من الكتب في التفسير المحلل الوجيز لمن؟ لابن عطية الأندلسي. وقوت القلوب تأول للأندلسيين، لمؤلفين لأبي طالب المكي. إذا فهذه الكتب يعني لم تفارق أو الحميد الأندلس أو ما كان يكتبه الأندلسيون كان من مكانة بمكان. وفي غادي مع التلقية نعم. أيضا كانت عنده نظرات في التفسير، نظرات في الحديث، وكان يبدي أن يكتبها لأن فيها خاصة في تفسير بعض الآيات القرآنية كيجمع فيها بين الإسلام وما ورد في القرآن، بين التعامل مع يعني مع الإسلام والمسلمين ومع النصارى ومع اليهود. غادي نمشي إلى قيم التعايش مباشرة الآن لأبي العباس المرسي. نعم، ما بقاش طبيعي غير شي 10 دقائق صافي، ما نزيدش على 10. من القيم اللي حث عليها أبو العباس المرسي، ونحاول يعني نختصر جدا، مبدأ الرحمة. قال ابن عطاء الله: سمعت شيخنا أبا العباس يقول: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمن. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتتجلى هذه الرحمة في الحث على سبيل الهدى واجتناب سبيل الغدا، إذ لم يبلوا جهدا لتخليص العباد من مواطن الهلكة، وبين الحلال من الحرام كما بين للعباد الأحكام والفرائض. أيضا من قيم التعايش، وهي مهمة جدا هذه النقطة التي كان يدعو إليها أبو العباس المرسي، وهي العلم. قال أبو العباس: ثم جعل الحق سبحانه الدعاء إلى الله في أمته أبدا بما رأيت منه على بصيرة، أي على معاينة، يعين سبيل كل واحد من الأتباع فيحمله عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ذلك أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء مقررا لشريعة من كان قبله، فهم مقررون لشريعة الرسول. وأعطى العلم والعلماء منزلة تفصل بين العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونفصل في قول العلم المراد عند أبي العباس المرسي، يقول: العلم النافع المخمد للهوى الذي تكترفه الخشية، وشاهد الخشية موافقة الأمر، ليس مطلق العلم،
العلم الذي تكون معه الرغبة في الدنيا وتكون معه الرغبة في أما العلم الذي تكون فيه الرغبة في الدنيا والتملق لأربابها والجمع والادخار والمباهات والاستكثار فما أبعد من هذا العلم وعلمه من أن يكون من ورثة الأنبياء. إذن هو يفصل بين العلم الذي يجب أن نأخذ به وبين العلم الذي هو بعيد عن الحديث الذي قاله الرسول إلى العلماء ورثة الأنبياء. أبو العباس أعطى مثال للذي يسخر علمه في غير ما هو نافع. يقول مثله من يرفع حجكم العذرة بملعقة من ياقوت فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل إليه. يعني كتاخد شي حاجة نفيسة ولكن بشي معلقة بشي حاجة معلقة دب ولكن بشي حاجة قبيحة. أيضا أعطى الزهد كيقول فلا عبودية ولا خضوع إلا للخالق مما يربي في المريد رفعة النفس فنعم الإيمان بمن له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. أيضا أعطى الإدماج أو الاندماج في مجتمع من المجتمعات وهي قيمة أخرى من قيم الإصلاح والإرشاد. هنا كيقول الذي معطى الله أنه كان يكرم أبو العباس الناس على حسب رتبهم عند الله وليس عند الخلق، فكان إذا دخل عليه مطيع لا يهتدي به، لكن إذا دخل عليه عاصي يكرمه. إذا دخل عليه شي واحد عاصي يكرمه. ليش؟ لأن العاصي إذا دخل فهو يدخل ليكسر معصيته ويدل مخالفته لله سبحانه وتعالى، ولذلك فكان يتوجه للعاصي أكثر مما يتوجه للمطيع. وهذه صورة من صورة الإدماج. الإنسان الذي يتصف بالعنف ولا يتصف بالتطرف ولا فإنك نعم. أيضا هناك تسامح إلى آخره. Bien, alors nous allons passer, je pense, directement à l'intervention suivante.